أما بأولى مساحاتنا الصباحية حنروح لعالم الفن والإبداع، وكيف إذا كان هذا العالم محطوط أو عم ينخط بأيدي رسام أسير كان موجود بسجن عسقلان أو معتقل عسقلان. هذا الأسير هو من الرسامين الفلسطينيين المبدعين اللي راح لتحويل أحلامه وتجسيد آمال الشعب الفلسطيني على اللوحات. كان عنده أمل أنه ممكن بيوم من الأيام أنه هي الحلم يتحقق ولو كان بدايته هي الرسمة. سنوات الأسر ل 13 سنة كانت كفيلة أنه يكون ذاكرته اليوم عنده مخزون جدا قوي بالصور اللي أكيد موجودة لليوم بذاكرته. قديش اليوم يعني ضيفنا مميز، نحن عم نقول اليوم فلسطيني وأسير 13 سنة من الأسر، قديش مرق عليه ظروف كتير صعبة يا هايدي. طبعا صحيح يا رشا، خلينا نقول أنه كمان الفن التشكيلي هو رسالة إنسانية ولغة عالمية، من خلال الفنان قادر يوصل صورة فلسطين للعالم بأكمله، قادر من خلال هي اللوحات وهي الرسائل يعكس معاناة الشعب الفلسطيني من قهر، من ظلم، من تهجير، من كتير من الأمور. وبجانب تاني ممكن يكون في فسحة من الأمل، من التفاؤل بالنصر. لهيك مشاهدينا اليوم رح نحكي أكثر عن تجربة فنية إبداعية ونضالية ضمن أعمال وثقت لذاكرة وتراث الشعب مع الفنان الفلسطيني محمد الركوعي. أسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك وبحضرتك. صباح المشاهدين. صباح الخير استاذ محمد، واهلا وسهلا. مبسوطين يوم بحضرتك وبوجودك معنا اليوم. يعني رسام مبدع حملت الهم الفلسطيني ضمن الريشه والقلم، وعشت سنوات من الاسر اليوم كانت كفيله تعمل مخزون بذاكرتك من صور الاحتلال وصور الاعتقال. قبل ما نروح لهي الفتره خلينا نحكي عن معرضك، المعرض الخاص بحضرتك اللي كان تم افتتاحه 15 شهر نهار الاحد. بس تصليح بسيط، انه انا مش رسام، انا فنان تشكيل. رسام مختلف عن فنان. المعرض هذا يوم 15 بمركز ثقافي ابو رمانه، هو مجموعه من الاعمال الـ 2023 جديده، حاولت اطور الالوان فيها. صح ان انا الي ماضي بالمقاومه وبالاسر، لكن بالأسر أنا طورت إمكانياتي الفنية بلوحاتي اللي أخرجتها وهربتها من السجن وانتشرت والآن تدرس بكليات الفنون بفلسطين تحت اسم الفن المقاوم. اليوم معرضي هذا ارتقاء، كل ما صار خبرة عند الفنان يرتقي بأعماله. عندي اختصارات، عندي اختزالات، عندي قوة باللون. كان الجمهور كله بتحدث عن كيف اللون، يعني انت كيف بتكون اللون؟ قلت لهم اللون موجود بين اي واحد، لكن الفنان هان من الخبره والتجربه بتطلع الالوان مختلفه. والفن هذا مرتبط بقضيتنا بالاحلام الفلسطينيه. صحيح. بما يحدث الان بفلسطين بغزه، لكن في هنا شيء جميل، فن جميل، اقاربي استشهدوا الله يرحمه، وقدمت يعني فن جميل وألوان جميلة ومواضيع كثيرة. حاولت توصل رسائل من خلال هاي الصور. أكيد رسائل العدو. طبعا عم نشوف نحن بعض الصور للمعرض اللي كان بأبو رمانة، وعم نشوف معظم الصور. عم نشوف أستاذ الألوان اليوم، في شيء بالألوان اليوم يعني مركز عليها بشكل كتير مباشر بألوان اللوحات. يعني الألوان، الفن اسمه جمال، يعني فبدك تظهري مو شيء بشع بالفن، بدك تظهري الجمال. هذه رسائل منا، لأنه وزير الدفاع العدو بيحكي إنه هدول بشر حيوانات، فلا، هدول فنانين وأدباء ومثقفين، ناس واخدين جوائز دولية عندنا. صحيح. بالفن، فنانين عظماء، فنانين عالميين فلسطينيين. فاحنا بدنا نوصل للفن العالمي، نبعث الرسائل هذه انه احنا شعب بيحق له الحياه وبيحق له الاستقلال عن اخر احتلال بالعالم ان شاء الله. تمام استاذ، خلينا نحكي اليوم كيف عم بيأثر الفن بتوثيق القضيه الفلسطينيه وايصال صوت الحق. الفن الفلسطيني بالذات غير فنون العالم، يعني انت بتقدر تكوني ايطاليه او في منطقه ثانيه بالعالم انك ترسمي
زهور وترسم طبيعة وإشي، لكن الفنان الفلسطيني يجد أنه لازم يرسم لفلسطين، لازم يرسم للتراث، لازم يرسم الأشياء الجميلة بفلسطين حتى لو كانت غير مباشرة، وهذه بتكون أقوى. يعني أنا لوحاتي بالمعتقل كانت مباشرة، أعلام وسنونوات وأحلام لكسر القيود والخروج. اليوم أنا برسم أشياء أخرى، يعني تجمعات مثلا، أنا راسم لوحة الترانسفير، الترحيل الجماعي بالمعرض، وهي جميلة. بس لما سألوني عنها قلت لهم المجموعة هذه من الرجال والنساء والأطفال واقفين باللوحة، هذول مرحلين، ترانسفير، ترحيل كل الألوان الفلسطينية. وبجانب اللوحة بنت ضائعة، وجانب اللوحة الأخرى ولد يتشبث برجل أبوه، وين رايحين احنا؟ فإلها معاني، لكن الآخر بتطلع فيها جمال، فأنا يعني من خلال الجمال بأطرح قضية فلسطين، قضية الاحتلال الإسرائيلي لبلادنا. وعم نشوف في تمازج اليوم، إن كانت بالألوان إن كانت بالأشكال هون، يعني هذا شو دليل؟ شو فينا نقول عن هي الصور عم نتابع على الشاشة؟ الفن من كلامك، يعني أنت بدك تفسير، فالفن يرتقي، الفن لازم يساعد الناس لارتفاع لمستوى الفن، مش النزول من الفن للناس، لازم احنا نساعد الناس. الرمزية باللوحات والألوان هذه ما بقدر أشرح اللوحة أحياناً، لأنه هي تعبر عن حالة، تعبر عن الحالة اللي بنظر إلها الشخص. يعني لوحة موجودة أمامكم أنا منظر لها شيء، كتير بقولوا لي أنت قصدك هيك، القصد مختلف، فالناس تفسر. لكن اللوحة لوحة، والارتقاء بالثقافة الفنية واجب على الفن العربي، الفن الفلسطيني، وأنه يرفع مستوى الناس للتفكير وتحليل اللوحة، لأنه الفن لا ينزل، الفن يطلع إلى الأعلى، ومستوى الجماهير والناس لازم الذوق كمان يرتفع حتى يفهموا. أنا عندي اختصارات واختزالات، لكن من خلال المعرض رأيت أنه كثير الجمهور حب الألوان وحب اللوحات وفسروها زي ما بدهم، بس إلي أنا كمان تفسيرات أخرى، يعني فسرتها من خلال الترانسفير، اللوحة هذه الجميلة جدا، لكن هذه فيها شرح عن الوضع الفلسطيني، أنه رحلنا عن بلادنا اللي بنمتلكها، ما زال الفلسطيني بيحمل المفتاح. أنا سميت المعرض قناديل، القناديل بتعرفوا إحنا لما بنمشي بالليل بمتاهات، فهي تضيء لنا الطريق، فهذا المعرض قناديل، وهو يعني أنا بهدي لجماهيرنا بالضفة الغربية اللي بتقاوم بشراسة الاحتلال والهجوم الإسرائيلي الكاسح على البيوت والممتلكات الفلسطينية. بالأمس إلي بنت خال مع 7 أطفال ماتت مرة واحدة، إحنا مش قادرين نحكي لخالي نبلغه بالخبر. الله يرحمه. هذا الحالة يمكن اليوم، أو مو يمكن اليوم، نحن تعودنا على الشعب الفلسطيني إيمانهم بالشهادة كتير كبير، يعني اليوم هنهم عم بيعرفوا مثل ما كنا عم نحكي بالبداية أنه هنن بجوز ما يكبروا، بجوز بأي لحظة يستشهدوا برصاصة أو قناص إسرائيلي. أستاذ محمد، خلينا نرجع شوي لذاكرتك. اليوم عم نقول 13 سنة من الأسر، وحضرتك خرجت بتبادل أسرى بهيئة الفترة. خلينا نحكي عن هيئة الفترة. نحن بنعرف قدي اليوم إسرائيل عندها وحشية، العدو الصهيوني عنده ممارسات غير إنسانية، ولكن اليوم حضرتك كنت ضمن معتقل، عم بتشوف بعينك، عم بتلمس شو عم بيصير، كيف عم يكونوا عن قرب أكثر. خلينا نحكي، ولو ما نحن ما بدنا نرجع كثير، ما بدنا ياك تزعل ودموعك كثير غالية علينا اليوم، بس ولكن هيك حابين نصور أكثر للناس اليوم عن قرب هاي الكيان، هذا الكيان الصهيوني، كيف بحق المعتقلين كان يتصرف. يعني إذا رجعت لورا، فأنا يعني مرحلة السجن مرحلة كانت طويلة علي، لازم أقاوم الزمن، أقاوم السنوات الأسر، ففكرت بالفن، فرسمت العديد من الأعمال الفنية بداخل السجن، كان بيساعدوني يعني
زملائي. احنا بالمنطقة كل 15 يوم عند 2 تنظيف الغرفة، كانوا كما بيستثنوني لاني انا عم برسم قاعد وفنان، فقالوا لي انت لا بطل. فهذا يعني رسالة كتير حلوة مع من زملائي اللي كانوا معي. اخرجت اللوحات كانت مباشرة وثورية، وحتى ادارة السجن اخذت باعتبار بنحكي عن ذكريات، قدرت تستولي على 14 لوحة مرة واحدة مني، مخبيها بالمخدات وبالجرابات وبالأواعي، لأنه على قماش كنت أرسم عادي مخبيها. فكشفوها، فتشوا كل إشي وأخرجوها، وهددوني إنه أنت إذا بترسم بعيوت بالعبري يعني إنه سياسة، إحنا بدنا نحطك بالزلزال الإنفرادية. رديت على ضابط الأمن بساحة السجن، وإحنا بناخد فورة الشمس هذه أو نزهة الشمس، إنه أنا مش جاي مش حرامي، يعني أنا مش معقوس حرامي، بدي أعبر عن أرائي. أنتوا بتحكوا ديمقراطية، لكن أنتوا بتمنعوا إنه أنا أرسم هيك أرائي. أصلاً أنت ماسك سنونوات وحمامات والقدس، شو اللي أنت ماسكه يعني؟ على بندقية حاطط فيها وردة أنا كنت. ورسمة اللي قديش اليوم في خوف من أمل وأسرار الشعب الفلسطيني بعيونهم، قديش بيخافوا من هذا الحلم اللي عندكم حتى لو كان مجرد رسمة عقماشة اليوم؟ طبعا هو الإعلام مزور، الإعلام يكتبه الأقوياء يعني. الآن الإعلام كله يعني، أنا بدي إذا بدي أنتقد الإعلام العربي، في تميز للإعلام السوري بطرح القضية الفلسطينية الآن على السطح يعني. فالإعلام له دور كبير، وهم يعني بيخافوا من أي شيء. حتى لما كانوا يمسكوا لوحة عادية عندي يدوروا على اللون العلم الفلسطيني وين. فمدير السجن بحب الفن، كان يهودي إسباني جاي محتل أرضي وقاعد ببيتي، هذا المدير بيقول لي وين العلم الفلسطيني اللي حاطه باللوحة؟ حاطط لوحة أنا عادية عشان لون أحمر. قلت له اللون الأحمر أسود أحمر يعني، فهمتوا انه انتوا بتشوفوا بكل شيء، حتى العلم ما بدكم اياه يعني، ما قلنا علم، لكن اضطروا يعملوا علم. واليوم راح يضطروا يعملوا دوله، لانه ما حدث من بفلسطين من هزيمه لهم، صح انه صغيره بس كبيره، هذه تعني شيء كبير، وينفتح الامل امامنا. امين. وهم لازم يقبلوا بالحلول اللي احنا بنطرحها. الفلسطينيين كثير متنازلين عن حقوقهم، انه اعطونا ارض 67 نعيش فيها، مو قابلين، لانه هم احتلال، هم مش من يعني لهم مهمه اخرى اسرائيل اللي هي مهاجمه جنوب لبنان، مهاجمه سوريا زي ما بنحدث، واي منطقه عربيه يعني، هذه مهمه اسرائيل الان. فهم بخافوا من اي شيء، لكن احنا الامل كبير كل يوم عشان يفهموا. يقتل 100-200 من فلسطين، بس المواليد 600 مولود كل يوم صباح في فلسطين يعني. شو بدهم يقتلوا لما يقتلوا؟ راح يضل وراح نضل القوم لما نحقق الأحلام تبعنا. يعني بنقول لك الحمد لله على سلامتك من جديد، وتحية لك ولأسرارك ولعزيمتك. خلينا هيك نرجع نحكي عن الفن التشكيلي، يعني ذكرنا أنه هو من خلاله نحن قادرين نوصل كتير رسائل أو كتير قضايا، إن كانت إنسانية إن كانت اجتماعية إن كانت سياسية. اليوم عم نحكي عن الفن التشكيلي بفلسطين، اليوم نحن من خلال الفن ومن خلال اللوحات قدي قادرين نوصل التراث، ثقافة، عادات وتقاليد الشعب الفلسطيني ونحافظ على هي الهوية الفلسطينية. طبعا الفن اليوم له دور كبير. أنا بشاهد الفيسبوك وبتابع، بدأوا الفلسطينيين تحت الأنقاض برسموا قاعدين برسموا يعني إنه افزعوا لنا أو مقاومة أو إشي. الفن الفلسطيني جزء من الثقافة الفلسطينية اللي بتدافع عن حقوقنا. الفلسطيني الفنان كل مهمته انه يدافع حتى هو ينال حقوقه. فالفن الفلسطيني اليوم بيخدم القضية كتير، من خلال الألوان، من خلال التعبير، من خلال الواقعية، من خلال السريالية، من خلال كل التراكيب الفنية اللي بيعملها الفلسطيني الفنان. هو ملتزم ويدافع عن قضيته حتى ينال حريته شعبنا. فيش تنازل من الفن أو الثقافة الفلسطينية تجاه
القضية الفلسطينية بيخدمنا هو غلاف فني، غلاف للعالم كله ينظر إلنا بأنه إحنا ناس نستحق الحياة، إحنا ناس لا نختلف عن الشعوب الأخرى. أعطونا حريتنا إن شاء الله. إن شاء الله هذا الحلم منعيشه ومنشوفه إنه تحقق وهيك منزور القدس يعني بهمة الشباب. تحية لكل أهالي فلسطين ولكل رجال الله في الميدان، دائما نقول رجال المقاومة. الله يعطيكم ألف عافية. أستاذ محمد خلينا نروح اليوم بعد قناديل، اليوم قناديل معرض قناديل اللي هو رسالة من حضرتك للأمل للإضاءة لبكرة. اليوم طوفان الأقصى له حصة أخرى، شيء اللي عم بيصير حاليا بفلسطين يستحق انه اليوم نحن نشتغل على معرض اخر، صح؟ صحيح. طيب اليوم في شيء من حضرتك عم تفكر بشيء عم فيما بعد انك تعمل شيء خاص بهي المرحله اللي عم تمرق فيها فلسطين؟ والله انا اشكرك لانه هذا يعني سؤال مهم. بالاحداث الرهيبه اللي بتصير هي طوفان الاقصى هذه وما يحدث الان من هجمات همجيه على الشعب الفلسطيني، انا كفنان صح اليوم عملت قناديل لانه هي المسيره في بين الاشواك وبالليل كيف نصل الى بر الامان الى الحريه. طبعا عندي مخزون الان للدفاع عن شعبي من خلال الالوان واللوحات، وما سارسمه هو تكميل للمسيره الفنيه اللي انا باسير فيها. انا احد الفنانين، عنا عشرات ومئات وآلاف الفنانين الفلسطينيين سيدافعون معي عن الإنسانية وعن فلسطين إن شاء الله. إن شاء الله تكون صورة النصر من خلال حضرتك إن شاء الله مشهدة بإحدى المعارض. ويمكن اليوم كمان أستاذ إحنا منشوف في حداثة بالفن، بعض الفنانين التشكيليين بيلجأوا لهي الحداثة لحتى يوصفوا رسائل معينة من خلال لوحاتهم. برأيك اليوم كفنان تشكيلي، هل برأيك في أشخاص فنانين ما قدروا يوصفوا أفكارهم بشكل صحيح؟ يعني كل فنان له هدف، وانه من خلال لوحته حتى لو كانت تجريديه هو يعني شيء. يعني دائما الفن لما احنا بننظر له لازم ننظر له بعد العديد من السنين، هو برسم المرحله وهو ابن المرحله. يعني الفن اللي بخرج الى التجريد او الى السرياليه او للتعبيريه او شيء هو تعبير عن الواقع. نعم. الثقافي للفنان عبر ثقافته وفهمه من المجتمع. يعني الفنان هو ابن المجتمع. يعني أنا بتذكر وإحنا بالستينات والستينات والسبعينات كنت يعني بداية الوعي تبعي، كل الرسم تبعنا شجرة ونهر وكوخ. اليوم تعقدت الأمور، صار الفن فاتح المدرس، إسماعيل شموط، أسماء يعني لؤي كيالي، وإن شاء الله بنضاف اسمي محمد الركوعي إلى هذه الأسماء إن شاء الله. أستاذ محمد، من جيل لجيل تختلف ثقافات، تختلف وجهات النظر. الميديا التكنولوجيا كان لها دور كتير كبير بتغيير مسير الشباب. اليوم حضرتك أستاذ بالفن التشكيلي، عندك رسالة وعندك هدف مستمر فيها وبتحمل من الذاكرة ما تحمل من صور وذكريات، إن كان بسنوات الأسر أو سنوات الحرب ضمن فلسطين. اليوم من خلال تجربتك شو رأيك بالشباب الفلسطيني، إن كان من أدباء إن كان من كتاب إن كان من الفنانين التشكيليين، هل اليوم عم يحملوا نفس هذا الشغف اللي كان عندكم، نفس هذا الإصرار، أو اليوم ممكن الظروف خلت شوي، خلينا نقول هيك بالعاميه، الهمة تبرد شوي عندهم؟ الأدب والفن والثقافة الفلسطينية تسير مع تطورات القضية. يعني كل أنا يعني كل ما أشاهده من فنون الآن تظهر على التواصل الاجتماعي كليتها بتدافع عن القضية. الثقافة والرواية الفلسطينية والشعر كله لفلسطين الآن توجه كبير لنصرة شعبنا، كمان الفن، ويرتقي دائما إلى الأعلى إلى أنه يدافع عن قضيتنا. فمش ممكن ينفصل الفن والأدب عن القضايا المصيرية، بالذات إحنا عندنا احتلال وعندنا مقاومة وعندنا مقاومة الاحتلال. إحنا مش ناس شعب يعني يحب الدم، لكن هم بيضطرونا إن ندافع عن حالنا.
هذا حق مشروع، هذا حق مشروع هم ما بيعترفوا فيه لأنه الإعلام بيخدمهم. الإعلام إحنا لازم نضل مصرين على صدق إعلامنا. الإعلام لازم يكون صادق وأمين، والثقافة والرواية والشعر والفن كمان أمين. أنا أرى بالفن الفلسطيني والرواية الفلسطينية أنه تدافع بشرف عن القضية الفلسطينية الآن. أكيد. يعني بالختام بدنا نشكرك كثير ونتشكر وجودك معنا لليوم، وتحية لك ولجميع الفنانين التشكيليين يلي بدورهم عم يخدموا هي القضية الفلسطينية وعم يدافعوا عنها. شكرا لك أستاذ محمد الكوعي. أهلا وسهلا. اللي وصلتوا كلمتي لجمهورنا، بس ما عندهم كهرباء الآن، ما عندهم كهرباء يشوفونا، موجودة بس راح يفتحوا على صفحات البرامج نبعث لهم إن شاء الله. أستاذ محمد بدنا نشكر حضورك، بنقول لك مرة ثانية شكرا لحضورك ولذاكرتك اللي رجعنا من خلالها لسنوات صح كانت مريرة على حضرتك، ولكن أثقلت عندك هي الموهبة وحملت لك رسالة جدا عظيمة لفلسطين. نتمنى لوحة النصر تكون من خلال حضرتك وعن قريب يا رب. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا. أهلا وسهلا.